متتبعي قناة فاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا الإشكال والقضية اللي مطروحة الآن في المدينة القديمة وفي المحج الملكي بمدينة الدار البيضاء والمتعلقة بقرارات الهدم أو تنفيذ قرارات الهدم، الشيء اللي خلق واحد الضجة وخلق واحد احتجاجات كبيرة في هذه المنطقة هذه. من أجل مناقشة القضية وباش نعرفوا أش واقع داخل المدينة العتيقة وأيضا داخل المحج الملكي، نستضيف كل من سعد مصلح منسق تنسيقية ضحايا المحج الملكي مدينة الدار البيضاء، وايضا السي يونس ريتب منسق تنسيقيه ضحايا الهدم الكلي بالمدينه العتيقه للدار البيضاء. سي يونس مرحبا بك. مرحبا سي بوستا، وشكرا لجريده انفاس بريس على هذه الاستضافه. سي سعد مرحبا بك. شكرا متبادل استاذ بوستا على الاستضافه، وشكرا لجريده انفاس بريس بطبيعه الحال. سي يونس، مجموعه من سكان تاع المدينه العتيقه للدار البيضاء تيحتجوا على قرارات تنفيذ قرارات تاع الهدم، علما ان القرارات كانت معروفه وكانوا اصلا عارفين الناس بانهم غادي يتنقلوا من هذيك المنطقه. اشنو السبب ساعه الصدمه اللي وقعت لهم حاليا في المدينه العتيقه لداخل السور؟ كنت تكلموا على واحد المشروع تسمى مشروع اعاده تاهيل المدينه العتيقه. هذا المشروع هذا في المضامين ديالو في الروح ديالو ما فيش شي حاجه اسمها ترحيل الساكنة أو الهدم أو في إعادة ترتيب المدينة وتأهيلها وترميمها، لأن هي المدينة العتيقة عندها واحد طابع تراثي وتاريخي وهي الذاكرة ديال الدار البيضاء، وطبيعة الحال أي مدينة من المدن يعني راه عندها واحد المدينة الأصل هي اللي تسمى المدينة العتيقة. لكن أريد من شي أطراف أو شي جهات أنه دخل مشروع ديال الدولة إلى السقوط. هذا قانون ديال وزارة على المستوى المركزي، قانون دايره وزارة السكنة والتعمير، بحيث أنها باش تقضي على دوك المنازل اللي كتشكل خطر اللي مهددة في السلامة ديالها ومبقات الصالحة للسكن. فكاين واحد القانون تيمشي تيتخذ على مستوى الجامعات المحلية، وتكون واحد الخبرة بناء على واحد الخبرة تتأكد هذيك الخبرة أن هذاك المنزل مبقى صالح، وتتخذ على إطرق قرار ديال أنه خصو هذاك المنزل يمشي. بالتالي تيخص السكان ديالو يخرجوا ويتعوضوا إلا كانوا في وضعية المالكين، على طبيعة الحال داك المنزل ميتيري برا خصهم يجيو يعاودوا يرجعوا للمنزل ديالهم بعد حتى يبنيوه ويبقاو فيه. كانوا ناس اللي هما كاريين وبغاو يستافدوا في اطار هاد البرامج ديال اعاده الايواء الدور كذا، راه كيستافدوا. هنا في المدينه العتيقه شو وقع واحد الخلط، بحيث بدا هاد المشروع كانت شي دار طاحت في ظروف فيها ملابسات في الحقيقه، وهنا هذا المشروع هذا ديال تاهيل المدينه العتيقه داخلين فيه واحد المجموعه ديال الاطراف. نخصو بالذكر بطبيعه الحال كاين الجامعه ديال الدار البيضاء اللي عاطيه تفويض المقاطعه، وفيه طرف اساسي وكاله الحضاريه، وفيه بطبيعه الحال السلطات الوصايه والسلطات المحليه. لكن تفاجئوا السكان في السنوات الاخيره بان توقع واحد العدد ديال القرارات ديال الهدم الكلي المؤقت، كتسمى قرارات الهدم الكلي المؤقت. علاش كتسمى مؤقت؟ لان قرارات قابله للتغيير، بحيث ان داك المعني بداك القرار خصو يتوصل بداك القرار باش يبقى ليه الاجال طبقا للقانون ديال واحد 10 الايام، ويمشي طعن ويدير خبره. بغى يدير خبره مضاده ويمشي للقضاء، لانه تيكون القضاء في النهايه هو اللي يفصل في هاد النزاعات. هنا السكان بدات واحد الطريقه كيفاش تيتم، خصوصا في التجربه الحاليه مع هاد رئيس مقاطعه صدي بليوت الحاليه، كانوا تراكموا عدد القرارات موقعين من التجربه السابقه، ونقدر نقول لك من عهد ديال العمده السابق سي محمد ساجد، لان سي محمد ساجد العمده السابقه دابا هو اللي بدا هذه القضيه هذه ديال توقيع قرارات الهدم الكلي. وهذا الهدم فيه انواع، كاين الهدم الكلي المؤقت باش يعرفوا الناس، وكاين الهدم الجزئي. واخا نرجعوا للتفاصيل، غير اشنو السبب ديال الانتفاضه ديال السكان في هذه الايام الاخيره؟
هنا ندخل داخل المدينه العتيقه الامور يعني مستقره مستقره يعني لان اللي كاين النقاش دابا كاين في المحج الملكي اللي فيه المحج الملكي. اشنو هو الصدمه يعني شناش تصدموا المحج الملكي؟ مشروع اللي هو قديم، الناس عارفين العمارات والمنازل اللي في هذا المشروع تاع المحج الملكي، راه غادي يجي شي واحد النهار غادي يتم الهدم. علاش تصدموا الناس حاليا؟ هنا كما رفعنا عنوان ديال التنسيقيه، الاسم ديالها هو معبر، يعني سمينا تنسيقية سوء التدبير وتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي. يعني كاين واحد المغالطات وكاين واحد الخلط وكاين واحد الطريقة عشوائية في التسيير. حنا ساكنة المدينة، أنا كمتضرر عبر أنني منسق، يعني عارف أن المحج الملكي مشروع خصو يتنجز، حاجة مفروغ منها. الناس مآمنة بهذا الفكر ديال ذات يومين غادي يترحلوا من ذاك المكان، وعارفين انه مشروع نزع ملكيه، وعارفين ما لهم وما عليهم، وتي وضحناه الراي العام سابقا وحاولنا نوضحه مرارا وتكرارا، ولكن الطريقه اللي كيشتغلوا بها صراحه طريقه مستفزه للمواطن. كيفاش؟ يعني ملي كتجي عند واحد المواطن في المنزل ديالو في العقار ديالو هو مالك ديالو وكتقول له خرج، يعني بدون تعويض لا والو، ما بدا كاين بدون نهج اي مسطره، لا نزع ملكيه لا ضلع الى السقوط، راه كلهم قوانين عندهم مساطر باش كتنهج. خاص يخبر واحد العون، واحد مفوض قضائي نورمالمون، هو اللي كيجي يخبر اولا غير فهمتي داكشي شفوي بطريقه عشوائيه، هادشي اللي خلى الناس تنتفض وما كايناش حلول بديله، هذا هو المشكل. ربما لان السبب الدور ولاو غيطيحوا شي وقت غيطيحوا، واش جايه دابا ولا نقولوا مثلا هاد الدور الى السقوط كامل المحج الملكي، راه ما شاء الله راه مجموعه من الازقه والدروب والاحياء، ما يمكنش ما تكون فيه تدار صحيحه، راه موقعين لهم قرارات الهدم الكلي منذ الازل اللي كانوا كيوصلونا مثلا ديال واحد الجماعه سميتها جماعه مولاي يوسف، اللي تجمعات هي واحد جماعة اخرى سيدي بلوتو، ولات غير جماعه سيدي بلوتو، ولات مقاطعه وحده، وباقي القرارات ديالها كيوصلوا. يعني شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل. دابا حاليا الناس كطالب غير بالقرارات، كتقول لهم حنا دارنا تريب عطونا قرار الهدم، قول لهم قرار الهدم تنصوبوه لك، كيتصوب سور بلاص. نورمالمون كما قال رفيق يوسف ان هاد القرارات خصهم يتبلغوا قبل باش المعني بالامر، لانه قابل للطعن وهو قرار مؤقت يقدر ينهج شي مسطره قانونيه ويدافع على الحقوق ديالو، يطعن في ذاك القرار. انتم كتنسيقية هذا السؤال موجه لكم بجوج، يعني واش كان فتحتوا نقاش مع المقاطعه مع مجلس المدينه مع الوكاله الحضريه؟ على مستوى المدينه الداخل انطلق ملي تاسست التنسيقيه تقريبا، هذه راه تقريبا حنا غادي لسنه. يعني تم فتحنا كان نوع احد المطالب، وتجاوبوا معنا المستوى السيد الوالي جهه الدار البيضاء سطات، وكذلك السيد العامل المعامل مقاطعه أنفا، استقبلنا وبدينا النقاش، وكذلك كان اجتماع بحضور السيد العامل الوكاله الحضريه، وكان واحد الاتفاق خلصنا ليه هو تكوين واحد اللجنه رباعيه كتكون من يعني المقاطعه بصفتها مفوض لها من مجلس المدينه، والوكاله الحضريه بطبيعه الحال، والسلطات الوصايه والتنسيقيه. لكن مع الاسف هذا الاتفاق لحد الان جمد من طرف جوج الاطراف. اش علاش كان تينص هذا الاتفاق؟ الاتفاق تينص على ان هذه القرارات كلها خصها تعاد بها النظر، وان اللي معنيين بهذه القرارات، لانه ما كاينش غير القرار فقط، كاين الخروقات اللي شابت القرار في اتخاذ التدبير تصريف القرار. لان مثلا من تنجيو تلقاو عقار تخاذ فيه قرار ديال الهدم الكلي المؤقت، والناس ما تبلغتش، ومع ذلك الناس مشات باغا دير خبرات ديالها، فكتجي كتلقى المنازل ديالها اما خارجين منه استفادات كيفاش خرجوا، يا اما الدار طاحت، يا اما الدار تسدات، يا اما يعني وقع واحد الارتباك، لانه واحد العدد ديال المتدخلين دخلوا على الخط
بالتالي لقينا راسنا اليوم امام خرجت من المدينه العتيقه بوحدها شي هاد الشيء الاستفادات اللي خرجوا من المدينه العتيقه كانوا الاحرابيهم اللي الاولويه هما المحج الملكي كون ما يطيحوش دابا في هذه الاشكاليه. سي سعد يوم الاربعاء 10 اكتوبر 2024 كان عندكم واحد اللقاء مع كنزه الشريبي رئيسه المقاطعه، كيفاش دار اللقاء؟ شو شنو الفحوى وشنو الوعود اللي خرجوا بها من خلال هذا اللقاء هذا؟ اولا رئيسة مقاطعة سيدي بريوط فتحت هذا باب الحوار والنقاش واستقبلت ساكنة المتضررة وسلمناها وثيقة مطلبية اللي وعدتنا بأنها تكون معنا في المطالب. أهم نقاط في هذه الوثيقة المطلبية؟ الوثيقة المطلبية أنها واخدينها أكوزية من عندها، وأهم النقاط أنها فرزات ما بين قانون 781 ديال النزع الملكية وقانون 94-12 اللي كيعني دور الى السقوط، وقالت لنا نتوما الناس ديال الملكيات والنزع الملكيه كاينه في المحج الملكي. هذه المساله ديال الدور الى السقوط كاينه في بعض المنازل، المنازل اللي بقات فارغه من شحال هذه، السكان ديالها فرغوها لانهم عندهم بديل او لا عندهم منازل اخرى. شحال تقريبا الديور تما كاين في المحج الملكي؟ قلت لك استاذ كاينه ازقه ودروب واحياء متكامله، حيث المرافق العموميه اللي ما كاينينش، يعني كاين البنايات باقيين اللي فيها السكان ولكن المرافق كانت رابت في وقت سابق بزاف، معالم تاريخيه منهم مدرسه القبه لا غنيه عن التعريف، منهم مسجد الدرب بن حمان اللي كيشهد ليه تاريخ. حاليا دابا حاليا تيقولوا الناس اللي متضررين في المحج الملكي بان ما يمكنش نخرجوا من ديورنا بلا ما نحصلوا على وثيقه ولا ورقه بان البديل بالنسبه لنا. فعلا هو كاين الناس ولا عندها عدم الثقه صراحه، الناس ولات كتخوف، السكان كيتخوفوا لان في حقها ما كايناش ضمانات اللي غتضمن ان الانسان غيغادر هذاك السكن ديالو حتى المرحله الانتقاليه اللي المفروض فيها انه يتدبر بطريقه ماشي يخليو الانسان منلول المصير ديالو، تتعطى واحد القدر مالي ديال 9000 درهم باش يكري وما عارفش حتى الزمان يعني واش عام واش ما محددش واش غيكري بها عام يكري بها 3 شهور يكري بها يومين ما عارفينش عباد الله، تاخذ 9000 درهم وتيمشي ويجلس في غرفه الانتظار. هنا الناس خلق لها واحد النوع هاد ما وضحتش لها الرؤيه فين غادي يمشي، كاين الغموض، فالناس ولات ما بقاتش تثيق. فهنا اللي كان خاص يدار يدار بدائل تكون واضحه، وحدات سكنيه، تعويضات ماديه على الناس اللي معنيين بالتعويض العقار، ويكون داك الشيء يعني منظم ومؤسساتي. ما هادشي كله الى حد الان ما تمش، الشيء اللي خلى جعل الناس على انها تنظم داخل التنسيقيه ديال الضحايا وتعتبر نفسها ضحايا ومتضرره باش انها تصيغ هاد المطالب ديالها، وانها ماشي ما باغاش تخرج تغادر المساكن ديالها، الناس مستعده ولكن غير يبان لها فين غادي تمشي بلا افق، ما كايناش. هذا هو النقطه اللي ناقش مع السي سعد، الناس من خلال الشهادات اللي ساقينا احنا في انفاس بريس قالوا بان يعني احنا ماشي ضد المشروع المحج الملكي، مشروع المحج الملكي حتى واحد ما ضده، ولكن ايضا احنا مع انني قولي لنا بديل سكني وتا ان الفتره الحاليه اللي تم فيها تنفيذ هذه القرارات الان الدخول المدرسي، يعني انتم واش هادشي طرحتوه مع الكنزه الشريبي؟ ضروري نطرقوا لهذا المشكل، حنا داخل التنسيقيه شخصنا جميع المشاكل ديال السكينه، وبعض الاحياء ماشي كل الاحياء، يعني بعض الاحياء اللي حنا قدرنا اللي كانوا يهدموا لهم بالضبط، وهذوك الناس هما اللي قربنا لهم من الاولين وشخصنا الحالات. كاينين حالات اجتماعيه وكاينين حالات اقتصاديه وكاينين ثم كاينه واحد طبقه هشه جدا اللي خاص مراعاه المشاكل ديالها، وخاص تكون واحد المقاربه تشاركيه وتكون اجتماعيه اقتصاديه ثقافيه، يعني هادشي تواصلنا مع السيده الرئيسه. السيده الرئيسه عطاتنا وعود على ان حتى شي واحد ما يخرج من دارهم تياخذ الساروت، هذا طمأنا. رجعوا الوعود السي سعد، رجعوا الوعود قبل ولكن قبل ما ندي نشوفوا واحد الشهاده تاع المواطنين تاع المحج الملكي استقاتهم انفاس بريس. المسؤولين خرجوا الوالي والعامل من الاخر، الوالي والعامل، وانت حمل المسؤول
ليا حشو مرا اوامر جات من عندهم مي جات عندهم الاوامر يعطونا ديورنا. يلا الدراري دخلوا المدرسه يلا قيدناهم جاو علمونا في رمشه عين اسبوع قال لك نجيو تخويو بالقوه ما كاينش ما عطينا لا استفاده لا حتى شي حاجه لا باش كريين فين غدي الدراري صغار. انا عندي جوج وليدات عايشه انا امي خويا ثلاثه العائلات في الدار. خرجتونا تسكنونا ماشي تشردونا نعسو في الزنقه وحنا الاولى والاخرى راه عا سيدنا راه ما غنخرجوش يجيو يقتلونا يردمونا تحت الردم. جاو الاربعاء قال لك الجمعه غنجيو نريبو واش في 24 ساعه غتخرج حوايجك غتخوي درب عليك واش في 24 ساعه غتخيد ولادك من المدرسه واش في 24 ساعه غتحول ولادك للمدرسه اخرى ما كاين لا كره لا مولاي بويه. رجعوا لك سي سعد شنو اولا شنو رايك في هذه الشهادات؟ والناس كتعبر على الراي ديالها وكتعبر على بحرقه ربما كتختلف طريقه كل واحد في ملي كيتعرض لواحد التظلم وما كيعرفش المؤسسه او الجهه اللي يقصدها ما كيعرفش مع من يدوي فكيضطر انه يلجا للميكرو تروطوار ويدوي تو سامبلومون. هو الغياب تاع المتدخل كثره المتدخلين حتى هو كما قال السي سعد يعني تيخلق الضباب عند المواطن. عند من غنمشيو نمشيو لعند المقاطعه اللي الدور ديالها محدود نمشيو عند مجلس المدينه نمشيو للوكاله الحضريه شكون المخاطب في هذا الاتجاه بالنسبه للناس؟ السؤال اللي طرح نفسه امام ما يجري اليوم من هذه الاحداث هذه هو الا كنا المراد من المشروع المحج الملكي هو تنميه المنطقه وتأهيلها الحضاري هذا ما مختلفينش فيه ولكن ملي تيكون عندك لان الاصل والاساس هو المواطن هادو اليوم هاد المواطنين الا كنا حنايا غادي نديرو مشروع وغيخرجوا لنا هاد الكم الهائل ديال هاد الضحايا وغادي يتشردوا عباد الله والفترات الدراسيه والفتره ديال يعني والشروط اللي تنعرفوا الوضع اليوم الاجتماعي كيف قال الاخ سعد الناس تتعيش اليوم ظروف هذا الشيء غلاء الاسعار وكتعيش يعني الهشاشه وكتعيش واحد العداد ديال يعني ف ما فيها باس نراجعوا الطريقه ديالنا ونعطونا يعني حنا يعني ما مزروبينش ما مزروبينش لان المحج الملكي تعطل هو ماشي تراكمات كاس العالم 2030 سنين اييه باش نرجعوا لقضيه المخاطب راه الامور واضحه غير الناس ما كتحملش مسؤوليتها كاين الناس صوتوا كاين علاش نديروا حنا انتخابات وتنبقاو نتغناو بالديمقراطيه وكذا باش نتجو مؤسسات ديمقراطيه المحليه انها مؤسسات منتخبه على الاقل هذيك المؤسسه المنتخبه كانت دير واحد الخاليه ازمه وتجي تلتصق بدوك المواطنين المقاطعه ولا مجلس المدينه بجوج تندوي على المقاطعه مجلس بجوج تتحملوا مسؤوليه لان هما راه يعني جسم واحد وقانون واحد كنسجلوا الغياب التام ملي تنشوفوا ان البرلماني اللي هودوا هودات الاستاذه نبيله منيب هودات الاستاذه فاطمه الثامني داروا جولات قربوا من السكان داروا اسئله شفويه عند في مجلس النواب وعندنا اربعه البرلمانيين كاينين في دائره انفا التشريعيه زيرو برلماني حتى واحد ما حرك ساكين على هادو في نهايه المطاف ماشي مواطنين على هادو ماشي مغاربه هادو ما علاش هما ياخذوا التكلفه يخلصوا التكلفه ديال انه كيوقع واحد يعني كيمشيو للمقاطعه كيقولوا سيروا عند القيد تيمشيو للقيد كيقول له سير للجماعه الناس حتى شعرت الناس بواحد النوع ديال الاحباط واحد الارتباك واحد الشك واحد الريبه بدات يدخلها تتقول اودي انه هاد الشيء مراد منه اشياء اخرى كو كانوا كيلعبوا الدور ديالهم المؤسسات يعني تتحمل المنتخبين تاع المنطقه سواء المنتخب مسؤوليه كامله مسؤوليه كامله خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم كامله انا وانا باغي نقول واحد الكلمه واش عندهم الوجه غدا ينزلوا الانتخابات صراحه زعما به صريح العباره لانه ملفات الا ما كانوش بحال هذه الملفات الشائكه والحرجه اللي كتهم المصير ديال المواطن شنو هما كنتسناو منهم شنو هو الدور ديالهم كمنتخبين القرب لا ما تنظن مع الاسف البعض انا تنذكر البعض البعض الفئه الساحقه واش عندهم الوجه باش يهودوا غدا انتخابات الا هودوا غدا انتخابات هنا راه غادي نكونوا قدام ما تشوفش هذا الاشكال اللي تتعرفوا مقاطعه سيدي بليوط السي سعد
يعني المقاطعة اللي شي مخاصم مع شي، الدورات ما تتنعقدش، سواء أثر على هذه العملية تاع سواء المحج الملكي سواء المدينة العتيقة. تمام. ما كاينش كلمة واحدة، ما كاينش. بالنسبة للمقاطعة السيد بليوت، حنا ولاد المنطقة وأنا فاعل جمعوي قبل ما نكون منسق ولا متضرر. هذوك الناس كنعرفوهم مزيان، ولاد المدينة، فرحنا ملي نجحوا واحد التشكيلة اللي كنعرفوها. كانوا جماويين، كانوا ممارسين، كانوا فاعلين مدنيين في المنطقة. ومني جات الرئيسة اللي هي عن حزب مع سعيد ناصري أصل المعاصر تماما، هذه جات الرئيسة جاي صوتوا عليها وداروا رئيسة مزيان، فرحنا بأنها تكون أول مرة تكون رئيسة في مجلس مقاطعة سيدي بليوت، وكذلك عندنا أول مرة في مجلس جامعة الدار البيضاء. هذا الشيء شي بوادر اللي كتبشر بالخير، أنك الديمقراطيه ومقربتنا وختامه في اطار سليم. وكنقولوا ان كنقولوا ان المراه تكون حنينه، تهن في الساكنه وتخدمهم. حاليا قدمت لكم وعود؟ حاليا اول لقاء تفتح الحوار صراحه كان واحد الحل انهم يحيدوا هذيك النافمه ديال الدرام ديال الكره، يحيدوها نهائيا وغادي يعطيو شيك، يعني يا اما تاخذ السكنه ديالك محل السكنه لانه باقي معطل داكشي كيتبنى، دونك يعطوك شيك بديل، هذاك الشيك ب 10 مليون. وقالوا ان وزاره السكنه ديجا دايره برنامج ديال الدعم ديال 10 مليون. قلت لهم انايا هادشي في اجتماع رسمي مع السيده الرئيسه، لا حبذا انهم ينسقوا بعضياتهم وزاره السكنه مع صناداك ويعطوا ديك 200,000 درهم يعطوها ديريكتومون للمواطن، ولا حبذا هذا المنعش العقاري جا الدور باش يعاون الوطن يساهم حتى هو بواحد بركه يدير الله. لان المواطن فعلا طبقه الشا اللي ملوكه، فهمتيني، خاصهم ينزلوا عندهم ويسمعوا لهم، اما ماشي يعاملوهم بديك الطريقه لانه حق دستوري ما كيمشيش. وكيدبوا مؤشرات على الحل ولا غادي نبقاو غادي في التأزيم؟ انا تنقول انه حال الوقت باش الناس تحمل المسؤوليه ديالها، لان وصل راه كاينه مؤشرات كتعبر على الوضع كيف داير، وان الناس الا استمرت في التعنت وفي يعني وفي المماطله وفي التسويف وما نزلتش حلول واقعيه على ارض الواقع، راه الناس خصها تحمل المسؤوليه ديالها. لان الناس عبرت بجميع الطرق، هما كيعبروا من خلال التنسيقيات، هما تيعبروا من خلال وسائل الاعلام، ها المواطن تيعبر بعد ما تسدوا عليه البيبان، تسدوا في وجهه البيبان كيف قلت المؤسسات اللي انتخبها اخوات به بالعربيه تعرابت، بعض الاحزاب خصوصا اللي كاينه اليوم في ما يسمى بالتحالف الحكومي غايبه، احزاب المعارضه راه ذكرت يعني اللي داروا تحملوا مسؤوليتهم، لا في فدرات اليسار الديمقراطي ولا في الاشتراكي الموحد في التقدم والاشتراكيه داروا المسائل يعني الواجب ديالهم امام هذا الوضع. بقى ان تيخص التنزيل لهذا الاتفاق هذا، لانه كاين الدعم ديال 10 المليون ديال السكن، وكاين الدعم اللي تدار الاخر ديال 10، هي دابا حنا امام واحد المبلغ مالي ديال 20 مليون. خلنا ما كافيش باش يضمن المستفيد سكن بديل، خاص دار اجتهادات اخرى باش نضمنوا الناس تاخذ المنازل ديالها في اجل معقول، على اساس انه تبدا دير العمليه ديال تنقل توجد راسها للدخول الموسم الجاي الدراسي، ونكونوا كنمشيو حاله يعني حومه بحومه بلوك بلوك، يعني بحيث انه هذه العمليه الا بغينا نسرعوا فعلا وعندنا الاراده باش نوصلوا للاهداف اللي الناس واضعينها. فهنا الا بقى شي مماطله وبقى شي تاخر راه ما غيزيد الا يعقد الوضع ويأزمه وغتبقى تراكم المشاكل. بالنسبه للناس اللي عندهم الملك ديالهم كيفاش غيديروا معاهم في الحل؟ تما غيدخلوا في الاطره تاع 20 مليون ولا كيفاش؟ نورمالمون الناس خاصها قانون نازع ملكيه واضح، التعويض ديالهم كتعوضوا على حسب العقار اللي عندهم. كاين ناس كدير خبره كما قلنا مضاده باش كطعن في ذاك القرار ديال الهدم، وكتبقاو في مشروع نازع ملكيه وكدير خبره ديال تقويم العقار ماديا، وخاصها تعود في الماديات ديالها وفي البقعه ديالها. هادشي راه واضح. السؤال اللي وجهته السي يونس، واش كاين شي مؤشرات على الحل دابا ولا غنبقاو غادي في مبدئيا اللي فتح باب الحوار هو السيد عامل عمله مقاطعه الدار البيضاء اونفا، اللي استقبلنا وقال لنا صراحه كيعجبني انني نشتغل مع التنسيقيات
وأجل المرحلة. وحنا في ذاك الوقت اللي تأجلت هذيك عملية الهدم اشتغلنا على تأسيس التنسيقية وأطرنا المواطنين وشخصنا الملف وشخصنا المشاكل كاملة بوادي الحل كاينه كاينه بوادي الحل بطبيعه الحال مادام خدا واحد السيد الوالي قرار جريء ديال وقف هذا الهدم الى حين تسويه الوضعيه. والشيمه ديال السيده الرئيسه خرج بمجموعه ديال المخرجات ايجابيه، نتمنى انها تكون عند حسن الظن ديالنا، نتمنى خير ان شاء الله. ان شاء الله. سيوس شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكر لكم انتما كجريده وطنيه اللي بلغت يعني الصوت ديال الساكنه والتنسيقيه، وهذا الشيء هو معروف على درجه انفاس بريس، يعني التتبع ديالها وارتباطها بالقضايا ديال ساكنه الدار البيضاء. شكرا. العفو سي مصلح، شكرا جزيلا. الشكر متبادل لك. بالعكس انتم جريده اللي كترفعوا الصوت ديالنا وكتوصلوا معاناه الساكنه صراحه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.